أهلا بيكم، معاكم شاهنة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. قبل أي حاجة أحب أقدم التعازي للجالية اللبنانية كلها في نيوزيلند على اللي حصل في بيروت. أسأل الله أن يرحم جميع الموتى ويصبر أهليهم وأن يشفي المصابين. الحادث فعلا كان صعب جدا وأثر فينا جميعا. يا رب دايما احفظ بلادنا العربية وأهلنا من كل شر يا رب. ننتقل معاكم للجزء الخاص بالمشاريع العربية. ما شاء الله كل يوم المشاريع العربية بتزيد، ربنا يبارك لهم ويوسع رزقهم يا رب. أول مشروع معايا النهاردة وهو ليفنتاين. ليفنتاين هو مشروع للحلويات العربية، وبالأخص الحلويات العربية بطريقة صحية. مشهورين جدا بحلويات التمور، من تمور محشية وكمان معمول، وطبعا غيرهم من الحلويات الجميلة زي الكنافة والبسبوسة والبقلاوة. عايزين تعرفوا أكتر عن ليفنتاين وإزاي قدروا يعملوا حلويات عربية بطريقة صحية، ادخلوا على موقعهم levantine.co.nz levantine.co.nz. تاني مشروع معايا النهاردة وهو مشروع كوفية نيوزيلند. كوفية قدروا يعملوا من الشموع ديكورات في غاية الروعة والجمال، بزخارف عربية جميلة، ومش بس شموع، لا حاجات تانية كتير من ديكورات المنازل وكمان ديكورات الحفلات، كلها شغل يدوي جميل. عايزين تعرفوا أكتر عن شغلهم، ادخلوا على صفحتهم كوفية نيوزيلند عشان تقدروا تشوفوا روعة منتجاتهم. مشروع كمان معايا النهاردة وهو مختلف شوية، اسمه Simple Tech and Design. باختصار ده مشروع لتصاميم المواقع وكمان Graphic Design وتصميم البراندز وكمان تصوير الفود سيشنز. جميع التفاصيل هتلاقوها على صفحتهم على الفيسبوك Simple Tech and Design. مشروع كمان معانا النهاردة وهو Magical Moments Photographers. منارة وريناد قدروا يحولوا من موهبتهم في التصوير لمشروع جميل لتسجيل اللحظات الجميلة، من تصوير زفاف وعائلات وأطفال وغيرهم 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 من الفوتو سيشنز الجميلة. أحب طبعا أبارك ليهم لأنهم لسه فاتحين مشروعهم جديد، ربنا يا رب يبارك لهم إن شاء الله ويوفقهم، وأتمنى ليهم النجاح دايما يا رب. تفاصيل أكتر عن مشروعهم هتلاقوا على الإنستجرام Magical Moments Photographers، وقريبا هيكون ليهم ويب سايت إن شاء الله. آخر مشروع معايا النهاردة وهو لحصاري سوبر ماركت، وهو محل لبيع المنتجات والبقالة العربية في النورث شور. مؤخرا فتحوا مخبز لخبز كل ما لذ وطاب، زي ما بيقولوا، من فطاير ومناقيش وعيش تركي جميل وكبة وفلافل وغيرهم 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 من المخبوزات اللي فيها ريحة بلدنا. عايزين تدوقوا وتتطعموا المنتجات بتاعتهم الجميلة، زوروهم في مكانهم 90 وايراو رود أوكلاند، مكانهم في النورث شور، وكمان ليهم صفحة على الفيسبوك حصاري سوبر ماركت. ياريت أي حد عنده مشروع وحابب يطلع للنور والناس تعرف عنه يبعت لي على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز عشان نقدر ندعمه ونقدر نطلع مشروع للنور. وكمان المشاريع اللي أعلنت عليها النهاردة وفي فقراتي السابقة هتلاقوها موجودة على صفحتي إن شاء الله. أتمنى التوفيق للجميع يا رب. نيجي بقى للفقرة والفسحة الجميلة والمعلومات الشيقة عن نيوزيلند. أنا قعدت أفكر أفسحكم فين النهاردة وتوصلت المكان جميل جدا ومختلف. إيه رأيكم النهاردة نركب مركب ونروح جزيرة ونقضي يوم ما يتنسيش في الجزيرة؟ الجزيرة بقى اسمها ايه؟ اسمها وايهيكي آيلاند. مكانها قريب جدا من أوكلاند، 40 دقيقة بالعبارة اللي هي الفيري
من ميناء أوكلاند للحد الجزيرة بس 40 دقيقة. طبعا وايكيكي مشهورة بشواطئها الجميلة ورمالها البيضاء الرائع، وكمان شاطئ النخل لمحبي السباحة طبعا والكاياك هيستمتعوا جدا هناك، ده غير طبعا مزارع العنب. ولمحبي المشي هناك ممشى وسط الغابة والاستمتاع بالهواء النقي والأشجار الجميلة. هناك طبعا هتلاقوا مواصلات للتنقل، وكمان تقدروا تأجروا ماونتن بايك وتتحركوا بها في الجزيرة براحتكم. والناس اللي حابة تقضي يوم أو أكتر من يوم تقدروا تحجزوا فيها بيتش هاوس وتقضوا وقت أطول في الجزيرة. وكمان الميزة في البيتش هاوس إن هو هتصحوا على صوت الأمواج، فهي حاجة غاية الروعة والجمال. تفاصيل أكتر عن المكان ادخلوا على موقع newzealand.com، هتلاقوا معلومات كتير عن وايكيكي آيلاند وكمان معلومات عن أماكن تانية في نيوزيلاند. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفقرة بإيجاز مع شاهيناز النهاردة، وأشوفكم في فقرة جديدة ومعلومات جميلة. كانت معكم شاهيناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون.